نيمار حاول يمر ناجي. نشوف هنا القرار وبطاقة صفراء نيمار. إذن ساقط على أرضية الميدان ومراد الناجي يتلقى البطاقة الصفراء. روح رياضية عالية للقطة من مختلف الزوايا. عملية التدخل الأخيرة أعتقد أن هنالك متابعة لتقنية الفار في التدخل الماضي. نشوفوا القرار والعملية كانت تستدعي بطاقة حمراء مباشرة أم بطاقة صفراء فقط. نشوفوا هنا اللقطة القرار الآن عند الحكم نوردي جعفري. هذه زاوية لكن الأوضح هي الزاوية المباشرة هذه انزلاق مراد ناجي ولمس الساق اليمنى برجلين اثنين رجلين اثنتين. شوفنا هل ستحمر في وجه مراد الناجي ام ان البطاقة تظل على حالها. على العموم هنا حوار من غرفة الفار مع الحكم نوردين جعفري. اعتقد سيلغي البطاقة الصفراء وسنشاهد إذن إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء مباشرة بعد التدخل الأخير. نعم بطاقة حمراء في هذه المواجهة بعد التدخل الماضي. وهنا ربما تكون هذه البطاقة منعرج في مباراة اليوم. إذا مراد الناجي يغادر تفاصيل هذه المواجهة. تابعنا تقريبا نفس التدخل يوم أمس في مباراة حسن الثقادير فريق نظرية ديال بركانية. تدخل ديال بوفتيني في حق ألان تراوري. ومن تلك العملية كان جا الهدف الأول في